ما المصادر التي اعتمدها المؤلف في هذا الكتاب؟ أولاً اعتمد على القرآن الكريم في استدلاله بالآيات، ويمكن عد الآيات التي استشهد بها في هذا الكتاب من خلال المتن، كذلك الاستدلال بالسنة النبوية، وقد بلغ عدد الأحاديث الواردة في هذا الكتاب 125 حديثا، المتفق منها 31، انفرد البخاري ب6 ومسلم ب18 وفي المسند 7 والباقي في السنن والمسانيد. أكثر هذه الأحاديث التي استشهد بها هي صحيحة، والضعيف منها قليل، وأيضا هذا الضعف إنما هو ضعف في الإسناد، أما في من جهة المتن فله شواهد تدل على صحة المتن. قال سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: إن جميع الأحاديث التي في كتاب التوحيد لا بأس بها ولا شواهد وليست ضعيفة.